بعد مجزرة مشفى المعمداني، إسرائيل تستنسخ أدوات روسيا والأسد في التضليل الإعلامي لإخفاء الحقيقة. بعد نحو 10 أيام من القصف المتواصل على غزة، الواقع الإنساني يصل حافة الانهيار وتحذيرات من كارثة وشيكة. مظاهرات حاشدة تعم مناطق الشمال السوري المحرر دعما لقطاع غزة وتنديدا بالمجازر المرتكبة بحقهم. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 3400 قتيل وإصابة 12000 شخص لليوم 12 على التوالي وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن أكثر من 500 ضحية قتلوا في قصف إسرائيلي على مشفى الأهل المعمداني، مضيفا أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي كانوا من الأطفال والنساء والمسنين. ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني الوضع الصحي في غزة بالكارثي بسبب نفاد المواد الطبية والوقود. واستخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عقب تخبط الرواية الإسرائيلية حول مجزرة مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها قرابة 500 مدني، عادت تل أبيب لتضليل الرواية واتهام الفصائل الفلسطينية بارتكاب المجزرة، وهو ما أعاد لأذهان السوريين أسلوب سلطة الأسد في التبرؤ من جرائمها بحقهم. التقرير والتفاصيل. ارتكب الجريمة ثم أنكرها، ثم اتهم الضحية بارتكابها، ثم ابحث عن حضن يؤويك وكأنك المقتول لا القاتل. هي قاعدة سنها بشار الأسد للتغطية على جرائمه بحق السوريين، وتتخذها اليوم إسرائيل منهجا للتغطية على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها قرابة 500 مدني. التضليل الإعلامي الإسرائيلي حول مجزرة المشفى بدأ حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس إنه أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء المشفى ليحذف التغريدة بعد ذلك. وعقب تصاعد التعاطف العربي مع الشعب الفلسطيني وليونة الموقف الغربي عقب حادثة المشفى، اتهم رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو الفصائل الفلسطينية في غزة بارتكاب المجزرة. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه غضب من استهداف مستشفى المعمداني في غزة، متهما الطرف الآخر بالجريمة، وهو ما يتطابق مع اتهام تل أبيب لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي قالت بدورها إنه لا يمكن لعاقل أن يصدق الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة هي سبب مجزرة مستشفى المعمداني، بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الصاروخ الذي قصف به المشفى هو من صنع أمريكي من عيار MK84. رواية تل أبيب تبدو مألوفة بالنسبة للسوريين الذين قالوا خلال مظاهرات داعمة لغزة خرجت في السويداء والشمال السوري إن نتنياهو وبشار الأسد وجهان لعملة واحدة، لا سيما أن بشار الأسد وبدعم روسي من بوتين أنكر ارتكاب مجازر عدة على رأسها مجازر الكيماوي في الغوطة وخان شيخون. تتصاعد التصريحات الدولية المعارضة لقصف تل أبيب للمشافي والمنشآت والأحياء المدنية، بينما لا يغير ذلك من الواقع شيئا بالنسبة للفلسطينيين الباحثين عن حرية مسلوبة على أرضهم. للحديث حول ذلك ينضم إلينا سيد أحمد بريمو الصحفي متخصص بتقصي الحقائق، يحدثنا من النرويج. مرحبا بك معنا سيد أحمد.
ما مدى تأثير آلة الإعلام الغربية المناصرة للحرب الإسرائيلية على غزة؟ مساء الخير، تحية لك وجميع السادة المشاهدين. يعني بالطبع آلة الحرب الإعلامية الإسرائيلية لها تأثير كبير على رأي آراء الشارع، خاصة في المدن الغربية. حين نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا، هناك تضليل كبير يتم على هؤلاء الشعوب من قبل آلة الحرب الإعلامية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. يعني نحن لم نكن نشعر بذلك بالحجم الذي بدأنا نشعر به حين انتقلنا أو أصبحنا نعيش في تلك الدول أو في هذه الدول، حيث أعيش أنا الآن على سبيل المثال في النرويج، والكثير من السوريين اليوم الذين يعيشون في شتى بقاع الأرض، لا سيما في منطقة الاتحاد الأوروبي والدول الغربية كما إن صحت تسميتها. هناك كثير من التغييب للرواية الحقيقية ولواقع ما يحدث في المنطقة برمتها، سواء كان في فلسطين تحديدا أو في منطقة الشرق الأوسط عموما. الجميع هناك يتحدث أو هنا يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، حق إسرائيل في التصدي لهجمات الإرهابيين كما تصفهم الحكومة الإسرائيلية. وبعض ربما نتحدث عن الكثير من الدول الأوروبية التي تصنف الجماعات أو المقاومة الفلسطينية على أنها جماعات إرهابية، لكن يعني لابد هنا أن نشير إلى أهمية الدور الذي يجب أن يعني نقوم به كسوريين أو كأشخاص يعرفون حقيقة ما جرى في تلك المنطقة وسياقات القضية. نعم تفضل. نعم، يعني هنا كنت أود أن أسألك سيد أحمد، الآليات لمواجهة هذا التضليل ما هي برأيك؟ يعني بالحد الأدنى أو بكل بساطة، يعني نحن بتنا نعرف كسوريين عانينا ونعاني منذ أكثر من 10 سنوات، قرابة 13 عاما حتى الآن، من آلة التضليل التي كانت وما زالت تتبع فيما يتعلق بالقضية السورية. وهذا الأمر أثر بشكل سلبي على دعنا نقول رؤية أو وجهة نظر الشعوب فيما يتعلق بما يجري في سوريا. اليوم نحن نتحدث عن القضية الفلسطينية، وهي القبلة والبوصلة التي يعني ربما أن نأخذها ونعمل ونجري عليها إسقاطات كثيرة فيما يتعلق بما يجري في منطقتنا بشكل عام. بالدرجة الأولى، نحن علينا كسوريين وكأشخاص يعرفون حقيقة ما يجري في المنطقة أن نخبر العالم بسياقات هذه القضية، بسياقات هذه الحرب، كما يصفونها والاعتداء. هل هناك سيد أحمد برأيك يعني جانب سياسي يجب أن تلعبه المؤسسات السياسية السورية أو حتى ربما الفلسطينية، لا سيما هناك تصريحات رسمية غربية ربما تبدو غير دقيقة؟ يعني أنا حقيقة كمواطن أولا وكصحفي ثانيا لا أتفق جدا مع أو كثيرا فيما يتعلق بأن الأحزاب السياسية والأطراف السياسية قادرة على أن تغير وجهة نظر شعوب أو مجموعات أو فئات من المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، لا سيما وأن المصداقية اليوم يعني أن نحن بتنا نعرف أن الساسة يلعبون أدوارا كبيرة فيما يتعلق بتضليل الشعوب وتغيير الحقائق. فربما من وجهة نظري الأنجع والأفضل هو أن يكون هذا التغيير أو هذا الإقناع أو الشرح فيما يتعلق بالسرديات مرتبط أو ينطلق من قبل أشخاص، أشخاص يعني لديهم مصداقية، سواء كانوا صحفيين، سواء كان مجموعات مدنية أو ناشطين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ربما يكون لهم أثر أكبر فيما يتعلق بتغطية الحقيقة. أشكرك سيد أحمد بريمو، صحفي متخصص بتقصي الحقائق، حدثتنا من النرويج. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الخسائر نتيجة العدوان الإسرائيلي تجاوزت كل الحروب التي تعرضت لها غزة سابقا، مشيرا إلى أن الواقع الإنساني الكارثي لم يسبق له مثيل، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفورية لوقف ما وصفها بجريمة التطهير العرقي. خلف صور الموت والمجازر والقهر والفقد جراء القصف الإسرائيلي على غزة تتستر صور لا تقل قسوة،
ففي ظل القصف الهمجي الإسرائيلي الذي يستهدف المباني السكنية، نزح مئات الآلاف من سكان القطاع إلى المدارس والمشافي. الناطق باسم الأونروا قال إن مراكز الوكالة جنوب غزة استقبلت نحو 400,000 نازح، في حين قدر عدد النازحين بأكثر من 1,000,000 نازح يتخطفهم الجوع والخوف والقصف. أجينا على مدرسة الوكالة عشان إيش؟ من الرعب والخوف اللي عشنا فيه، مش قادرين نعيش هناك، يعني عشان نقرب من الحدود، فالإرصاص والإشي قرب يصل عنا هنا، فجبنا أولادنا الصغار وجينا على المدارس. وما ظن النازحون أنه ملجأ آمن صيره القصف الإسرائيلي لمقابر جماعية. مياه الشرب غابت تماما، وبالكاد يتحصل أهالي القطاع على بضع لترات من المياه المالحة بعد انتظار أقله 6 ساعات. فالقطاع كان يعتمد على شراء نصف ما يحتاجه من دولة الاحتلال، أما باقي احتياجاته من المياه يستخرجها من الآبار الارتوازية التي تحتاج إلى وقود لضخها، وهو غير متوفر حاليا. بمية فيش عنا مية، وصلنا لوضع مأساوي يعني تحت الصفر، الوضع كارثي بكل المقاييس. في أزمة في الغذاء، في المياه، في الكهرباء، يعني الناس مش عارفة تعمل أي حاجة في هذه الظروف. في أزمة، يعني لو تروحوا على البيوت تصوروا داخل البيوت يعني هتشوفوا حاجات كارثية جدا. وللخبز أيضا حكاية لا تختلف عن باقي أساسيات الحياة، حيث تعمدت إسرائيل قصف المخابز التي تعاني أصلا من غياب المواد الأساسية. أما ما كان يسمى بشريان الحياة لغزة قطعته إسرائيل بقصفها لمعبر رفح، وإعلان أنها لن تسمح لمصر بتمرير المساعدات الإنسانية، ليتضاعف الحصار على غزة الذي فرضته إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما. 5-6 أيام هنا في العريش بنغلف وبنعمل كل حاجة عشان الحياة دي تخش للناس اللي جوه. الناس اللي جوه بتموت، مش عايزين مننا أي حاجة، الحياة دي بس تخش. احنا هنفضل هنا لحد النهاية، مش هنتحرك. سياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل تتماهى بشكل كامل مع سياسة بشار في سوريا، ما يرسم واقعا يدفع بأهالي غزة للهجرة من القطاع، هدف لا تخفيه إسرائيل، حيث صرح عضو الكنيسة الإسرائيلي أفيدور ليبرمان أن الحل الإنساني الوحيد هو إنشاء مدينة لأهالي غزة في صحراء سيناء المصرية، ما يعني التهجير خارج قطاع غزة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلا. عمت مظاهرات حاشدة العديد من البلدان والعواصم العربية والغربية، ولقي استهداف مشفى المعمدان في غزة والمجزرة التي أعقبتها إدانات رسمية واسعة ومطالبات حقوقية بمحاسبة الجناة، فيما دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الأمريكي وقف دعم واشنطن غير المشروط للأعمال الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية. مظاهرات حاشدة وإدانات عربية ودولية في تركيا، خرج الآلاف بمظاهرات واسعة خرجت في اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وملاطية وأضنة. مظاهرات أيضا في العاصمة الأردنية عمان، وفي القاهرة والعاصمة الهولندية أمستردام، وتورنتو في كندا، والعديد من المناطق الأخرى، بالتزامن مع إدانات رسمية أطلقتها كل من تركيا والأردن وعمان وتونس والعراق الذي أعلن الحداد 3 أيام، وغيرها من الدول التي وصفت ما حدث في غزة بالمجزرة. اليوم صارت مجزرة بأتم معنى الكلمة، إبادة لشعب أعزل، يدافع ذنبه الوحيد أنه يدافع على شعبه وعرضه ومقدساته باسم الأمة العربية الكل. هذه مش راهي قضية نتاع شعب فلسطين، هذه قضيتنا الكل، قضية الأمة العربية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل أمريكا مسؤولية عدم تفعيل قرارات الحماية الدولية لصالح الفلسطينيين، وبعد أن أبدى حزنه وغضبه دان الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وصفه بالتفجير، مجددا دعمه لإسرائيل وقدراتها، بينما صرح ماكرون بأنه لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى، ودعا إلى حماية المدنيين في غزة وعقد هدنة، فيما دانت خارجية إسبانيا وإيطاليا ما وصفاه بالمجزرة المروعة، ودعتا إلى احترام القانون الدولي
وحماية المدنيين في حال النزاع. رئيسة المفوضية الأوروبية صرحت بقولها: لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين، ضربة وصفها أردوغان بأنها أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية. القصف الإسرائيلي للمستشفى جريمة حرب، هكذا وصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجزرة، التي طالبت منظمة Human Rights Watch قادة العالم بالتحرك لمنع المزيد من الفظائع بحق المدنيين بعد هذه الفظاعة التي تفوق الوصف. بينما جاءت التصريحات الأممية على لسان غوتريش شبيهة بغيرها عندما عبر عن شعوره بالفزع وطالب بوقف إطلاق النار، وحث إسرائيل على السماح بوصول مساعدات، بل وطالب حماس بإطلاق سراح ما وصفهم بالرهائن، ليعلق الأزهر على المجزرة بمطالبة الدول العربية والإسلامية بإعادة النظر جذريا في الاعتماد على من وصفه بالغرب الأوروبي الأمريكي المتغرس. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة يبعثون رسالة إلى أبناء غزة ومفادها: نحن معكم ومصيرنا واحد. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. خرج المئات من أهالي أطما شمال غرب سوريا بمظاهرة حاشدة تنديدا بالقصف الذي تتعرض له غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المتظاهرون بوقف القصف على المدنيين وإسقاط سلطة الأسد. اجتمع أهالي الشمال السوري هنا في بلدة أطما على الحدود السورية التركية منددين بما تقوم به القوات الإسرائيلية من حملات قصف ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في غزة. خلف القصف ما يقارب 3200 قتيل وأكثر من 10000 جريح. نلتقي هنا أحد المتظاهرات للحديث عن هذه المظاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف تقولين ليش موجودين؟ نحن هنا متضامنون مع أهلنا في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والقصف والإبادة الجماعية، ونوجه رسالة لجميع أحرار ومسلمين العالم من هنا من إدلب أرض العزة: انصروهم 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 بالمال، انصروهم بالجهاد، انصروهم بالرباط، انصروهم بكل ما يتيح لكم من قوة. إنهم البقعة القليلة التي تدافع عن شرف ودين هذه الأمة. ونقول لأهلنا في غزة: اصبروا وصابروا ورابطوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم الجهاد جهادكم، ونعم الرباط رباطكم، ونعم الدماء دماؤكم، وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. شكرا. حياكم الله. إذن طالب الأهالي هنا من المجتمع الدولي بوقف ما يحصل في غزة من قصف وتهجير وقتل لأهالي غزة من قبل القوات الإسرائيلية، كما شبهوا هذه القضية الفلسطينية في إدلب، حيث أن المنطقتين تتعرضان للقصف. منذ قليل قصفت قوات الأسد مدينة إدلب بالطائرات الحربية، كذلك الأمر تقوم القوات الإسرائيلية بقصف غزة مرارا وتكرارا. من هنا من الشمال السوري، سعيد السعيد، حلب اليوم. وفي خبر ورد الآن قبل قليل كما نراه على الشاشة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا نحو قطاع غزة. وبالعودة إلى نشرتنا ونبقى في شمال سوريا، حيث شارك العشرات من الكوادر الطبية وأهالي مدينة الباب شرق حلب بوقفة تضامنية مع غزة ضد المجازر الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء. ونعيد ونذكر مشاهدينا بالخبر الذي ورد الآن، الذي قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وهو تحرك ربما يأتي عقب تهديدات إسرائيلية سابقة أشارت فيها تل أبيب لنيتها دخول غزة برا، لكن ربما هذه العملية كانت قد أجلت
وتحدثت مصادر إعلامية عدة عن نية إسرائيل عن بدئها، والآن تتحدث هيئة البث الإسرائيلية وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لها، لكن ربما هذا لا يقطع قرار ربما الدخول حتى اللحظة. سنتابع هذه التطورات بالتأكيد معكم عبر شاشتنا، لكن عقب التقرير التالي. من وسط مدينة الباب خرج الأهالي هنا بوقفة تضامنية مع قطاع غزة الذي يخصف. هذه الوقفة خرج بها الأهالي تنديدا بالمجازر الحاصلة وأيضا لحماية المستشفيات والمدنيين الآمنين في المنطقة. معنا الدكتور عمار السايح يتكلم لنا عن أهم مطالب هذه الوقفة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور عمار السايح من أهالي مدينة الباب. تداعى العاملين في القطاع الطبي إثر قصف المشفى المعمداني البارحة في غزة، تداعى جميع العاملين في مدينة الباب والكثير من أهالي الباب إلى وقفة احتجاجية على هذا الفعل الإجرامي الذي لطالما نزحنا تحته تحت نير القصف الأسدي والإيراني والروسي لمناطقنا ولكوادرنا الطبية في مشافينا المحررة وفي مشافينا الميدانية. لقد أعادت ذكرى القصف البارحة، أعادت لنا الذكرى الأليمة التي نعيشها نحن الآن في سوريا تحت القصف الهمجي للأسد وعصاباته على الكوادر الطبية الذين يحاولون أن يحرموا السكان المدنيين من الخدمات الطبية الضرورية في حالات القصف الذي يتعرضون له. نحن هنا في مدينة الباب نحيي صمود أهلنا في غزة وندعو الله أن يوفقهم في معركتهم الغير متكافئة طبعا، إلا أنهم بإذن الله منصورون ولا شك بذلك. ندعوهم إلى الصمود والثبات وندعو القوى العربية إلى التدخل في إيقاف هذه الهمجية والغطرسة الصهيونية. كما سمعنا مطالبات عديدة من قبل الأهالي هنا في مدينة الباب بوقف المجازر التي تحصل في قطاع غزة، وأيضا فتح معابر إنسانية لدخول الغذاء وإخراج الجرحى وإسعافهم وإمكانية ما تبقى منهم للعلاج. من وسط مدينة الباب سراج الشامي، قناة حلب اليوم. هذا ونظمت نقابة الأطباء في مدينة عزاز شمال حلب وقفة تضامنية مع الكوادر الطبية في مدينة غزة، وتنديدا باستهداف الجيش الإسرائيلي للمشافي والكوادر الطبية في مدينة غزة. باسمي وباسم الكوادر الصحية الموجودة في مدينة عزاز والموجودة في المحرر كلياتهم، كنا في وقفة احتجاجية ضد العمل العدواني اللي قامت فيه إسرائيل لاستهداف المشافي. نحن كلياتنا ضد استهداف المشافي، ضد استهداف الكوادر الطبية. باسمنا جميع نحن بنترحم على الشهداء وبنقول نحن مع كل أهلنا في غزة، وإن شاء الله رح يكون النصر قريب لنا. وبنرجع بنكرر نحن ضد استهداف المشافي وضد استهداف المنشآت الطبية والكوادر الطبية. الوقفة الضميرية التي تمليها علينا واجب الأخوة بيننا وبين أهل غزة، نحن في نفس الخندق من تعرضنا للعدوان من قبل عصابات الأسد بالنسبة لنا وعصابات الصهيونية في غزة. المجرم واحد، لقد نشأوا من رحم واحد، وبالتالي أفعالهم واحدة، استهداف المدنيين الأبرياء، استخدام كل وسائل الإرهاب لإثبات أنهم مجرمو حرب. وللأسف الصمت الدولي يشجعهم على الاستمرار في هذا العدوان. نقف مع أخوتنا فيما نستطيع من الدعاء والوقوف الإنساني، وإن شاء الله النصر يكون حليفنا. نحن اليوم نقف وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة الذين تعرضوا لأسوأ موجات القصف والقتل والتشريد، وأيضا نقف وقفة تضامن مع الكوادر الطبية التي تعرض للقصف في منشآتها التي تعمل فيها لإسعاف الجرحى وإنقاذهم. مشفى بالكامل، مشفى ضخم تعرض للقصف والتدمير، والكوادر والمرضى التي كانت ضمن المشفى أصبحوا ضحايا بين قتلى وجرحى وإصابات خطيرة. هذا الإجرام، إجرام العدو الصهيوني، يحتاج منا لوقفة استنكار، وقفة شجاعة نعبر فيها عن مواقفنا بشجاعة، نستنكر الصمت الدولي والعربي، صمت الحكام العرب، ندعوهم لوقفة شجاعة يستنكرون فيها هذا العدوان الظالم الذي يتعرض له أخوتنا المدنيين في غزة.
ندعوهم أيضا لوقفة تضامن مع الكوادر الطبية والمنشآت الطبية التي تتعرض للتدمير وتتعرض للإبادة. قفوا وقفة رجل شجاع ستسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. كما وجه طلاب جامعة حلب الحرة رسائل لأهالي غزة مؤكدين على تضامنهم معهم ومنددين بالعدوان الإسرائيلي وارتكابه مجازر بحق المدنيين. حبينا نوصل صوتنا لأهلنا بغزة، هن مش لحالهم، نحن كلياتنا معهم إيد بإيد. يلي عم بصير بغزة مو مجرد حرب، يلي عم بصير بغزة عبارة عن إبادة جماعية وتطهير عرقي كامل لأهلنا بغزة. قصف المستشفيات، قصف الملاجئ، قصف حتى مراكز المونة يلي هي ممكن إنه تساعد أهلنا بغزة بهاي الفترة الطويلة. لهيك نحن اليوم من هاي الجامعة وطبعا من الشمال السوري الحر حبينا نوجه رسالة لأهلنا بغزة ولكل العالم لحتى ما يبقى أي حدا ساكت. نحن اليوم جايين على جامعة حلب الحرة عشان نتضامن مع أخواتنا بفلسطين. هذا الشيء اللي صار امبارح واللي عم يصير معاهم شيء كارثي، ما حدا برضى. عشنا مثل ما عاشوا ونحن معاهم إيد واحدة وإن شاء الله منتصرين. فلسطين عاشت، فلسطين حرة أبية. جعنا واحد وقاتلنا واحد ومجرم المجرم يلي عم يقتلنا واحد. اليوم اللي الشيء اللي عم بيصير بغزة ما هو نهائيا شيء احتلال ودولة محتلة. اليوم عم بيصير قتل للمسلمين بكافة بقاع الأرض. اليوم تخاذل حكام العرب وتخاذل كل شخص مسؤول بقادر يحمي فلسطين ويحمي غزة ويقدم شيء، تخاذله وسكوته هو هذا قمة بالتعامل مع إسرائيل وقمة بالتعامل مع كل كيان صهيوني. نحن اليوم كطلاب جامعة، كسوريين، كمسلمين، كجميع أشخاص بالوطن العربي، نحن اليوم إذا ما أبدينا صوتنا وما أبدينا حقنا بالتضامن مع أهلنا فلسطين والمجازر اللي بيرتكبها احتلال الإسرائيلي بهاي المنطقة، فنحن ما لنا إنسانيين، لا لنا مسلمين. نحن أخوانكم في سوريا معكم في فلسطين، فدمنا واحد وروحنا واحدة، ونحن أهل الإسلام والمسلمين قضيتنا واحدة، وهدفنا أن نتضامن معكم بالدم والروح والجسد. والله لو كان بوسعنا أن نقاتل معكم لقاتلنا في صف واحد، ولكن ما كان بوسعنا إلا التضامن بالكلمات. فاعذرونا ونرجو منكم أن تقفوا وقفة شموخ، لأنكم من يمثلون أهل الإسلام والمسلمين. فاصبروا وصابروا ورابطوا، وإن النصر الله قريب. ونعيد ونذكر مشاهدينا بالخبر الذي ورد قبل قليل والذي مفاده أن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة. هذا الخبر يتزامن مع قصف جوي لبرج سكني في غزة بالقرب من مشفى القدس. وبهذا الخبر ننهي مشاهدينا نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي.نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.